بعد مواسم الجفاف التي ألهبت أسعار الأغنام، تلتها مواسم احتكار سماصرة المواشي الذين جعلوا من أسعار أضاحي العيد لمن استطاع إليها سبيلا. يحل على الجزائريين هذه المرة داء الحمى القلاعية حاصدا 2500 من رؤوس البقر وسط مخاوف من انتقاله إلى الأغنام. وزارة الفلاحة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءات استثنائية تهدف إلى محاصرة الفيروس الذي عبر حدود البلاد قادما من الجهة الشرقية. الإجراءات الطارئة شملت غلق جميع أسواق الماشية ومنع تنقل رؤوس الأغنام تفاديا لانتقال العدوى إليها. ولكن هذا القرار بصفة شاملة أغضب الموالين والمربين عبر المناطق المعروفة بتربية المواشي، خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب، حيث أن عملية الغلق والحظر يمكن أن تصاعد سقف أسعار الأضاحي رغم التطمينات التي تصدر من الجهات الرسمية التي تتحدث عن استقرار في الأسعار، ولكن مبدأ العرض والطلب هو ميزان الكفة في استقرار أسعار حسب هذه الجهات. الحديث عن ارتفاع أسعار الأضاحي في ظل انتشار فيروس الحمى القلاعية أججه ارتفاع ملحوظ في سعر لحم البقر المريض الذي تم ذبحه، بحيث لم ينزل عن سعر 800 دينار حتى 1000 دينار جزائري، رغم أن جميع الفرضيات كانت تشير إلى تراجع في أسعاره، أمر حير الجزائريين. تشير الإحصائيات الرسمية أن عدد رؤوس الأغنام في الجزائر يبلغ حوالي 23 مليون رأس، من بينها 4 إلى 5 ملايين رأس موجهة للاستهلاك خلال عيد الأضحى الذي يبقى توقع أسعار المواشي فيه مرهوناً.